يتلو البطران إبراهيم المزمور 93 صفحة 16. الرب ملك والجلال لبس، لبس الرب العزة وتمنطق بها، والدنيا ثابتة لا تتزعزع. منذ البدء عرشك ثابت منذ الأزل. أنت رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، رفعت الأنهار عجيجها أكثر من صوت المياه الغزيرة، بل أكثر عظمة من البحار الطاغية. الرب في العلا عظيم، شهادتك صادقة جدا. ببيتك تليق القداسة يا رب طول الأيام. المجد لك أيها الثالوث القدوس إلهنا كل حين وكل آن وإلى دهر الدهرين. آمين. الآن نبارك ستائر الهيكل، هي جهاز العروس. نرش بالماء المقدس ما يفتح معك. Do me justice, O Lord, for I have walked in integrity, and in the Lord I trust without wavering. Search me, O Lord, and try me. Test my soul and my heart. For your kindness is before my eyes, and I walk in your truth. I stay not with worthless men, nor do I consort with hypocrites. I have the assembly of evildoers, and with the wicked I will not stay. I wash my hands in innocence, and I go around your altar, O Lord, giving voice to my thanks, and recounting all your wondrous deeds. O Lord, I love the house in which you sojourn, in which you dwell, the tenting place of your glory. Gather not my soul with those of sinners, nor with men of blood my life. On their hands are crimes, and their right hands are full of bribes. But I walk in integrity. Redeem me and have pity on me. My foot stands on level ground. In the assemblies, I will bless the Lord. يضع السيد البطريرك الأندميسي. الأندميسي هي القطعة القماش التي ترمز إلى تنزيل السيد المسيح عن الصليب والقبر، ومحوطة بأناشيد للقيامة وللقبر المقدس، وحواليها أيضا القديسان يوحنا الذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير. يكرسها البطريرك ويوزعها على كل الكنائس للمطارنة وللكهنة في كل العالم، رمزا إلى الوحدة في الكنيسة الرومية الملكية الكاثوليكية الواحدة. ويضع عليها الإنجيل الشريف. ويقبل المائدة هو وسائر الكليروس. L'Évangile est la table sainte.
بعد المعمودية نقبل الطفل الجديد المعتمد. Après le baptême, nous donnons un baiser de remerciement au petit enfant baptisé. C'est comme ça encore l'autel du Seigneur qui devient notre table à nous tous. يبخر أحد الكهنة المائدة والإكليروس وكل الكاتدرائية فيما أحد الأساقفة المطران عصام درويش يتلو بتمهل مزمور 25. أنصفني يا رب فإني في الكمال سرت وعلى الرب توكلت فلا أنثني اصبر يا رب غوري واختبرني محص بالنار كليتي وقلبي فإن نصب عيني رحمتك وأسلك طريق حقك أهل الباطل لم أجالس والمرائين لم أساير جماعة الأشرار أبغضت وأهل السوء لم أجالس بالطهارة أغسل يدي وبمذبحك أطوف يا رب لأسمع صوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك أحببت يا رب جمال بيتك ومقام سكن مجدك لا تجمع مع الخاطئين نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي أولئك الذين بأيديهم فحشاء وملء يمينهم رشوة أما أنا فالكمال أبتغي فافتدني يا رب وارحمني في الطريق المستقيم قامت رجلي وفي الجماعة يبارك الرب. في هذه الأثناء يأخذ السيد البطريرك الميرون المقدس ويسير معه أسقفان، الأول يرش الجدران بالماء المقدس والثاني يحمل إناء الميرون، وكلما يصل البطريرك إلى قنطرة أو عمود يرسم بالميرون شكل صليب مبتدئ بالحنية التي وراء الهيكل ثم المذبح الشمالي ثم يدور في الكنيسة من الشمال إلى الغرب إلى الجنوب وينتهي أمام المائدة المقدسة وبعد نهاية التبخير الميرنة. في هذه الأثناء تتلو الجوقة المجدلة الكبرى. Thank you.